اسمه أيمن، ترى هو دكتور اللي يدرس جوا. مدرسي؟ بعرف شو بدي، مش هممني دنيا كلها. خليت ريال الديره كلهم لفيتي على منو؟ على المدرس اللي درس جواي؟ بس الحين على وجهك عيون بعينك من اخت فشلتيني قدام العالم، شو يقولون عني الناس؟ شو يقولون عني؟ هذا اختيارك مالت عليك وعلى اختيارك، تبيني اوافق بعد يلي ما استعين على وجهك؟ لكن هي هالشيء ما راح يصير، سمعتي؟ ما يصير، طول وراسي يشم الهواء، هذا اللي ناقص. ليش لا؟ ليش لا يا اخوي؟ ليش لا؟ ليش لا؟ يلا دمغ اصحي. ما تستحين على وجهك انتي، عيبك تستحي على وجهك انتي، دمغ انتي ناقصه عقل انتي. لحظه شنو لحظه؟ انتي على بالك دكتور هذا ضحك عليك بيستغلك بياخذ حلالك يا مدمغه. اخوي دينا مثل ديننا، وانسان عنده حلال وانسان مقتدر ويبيني، ليش لا؟ طمعان فيك يا المخديه، طمعان فيك. انا شنو طمعان فيني؟ شهادتي احسن من شهادتي، ومكانتي احسن من مكاني، وعنده فلوس وعنده حلال، وانا طرق المعاش، على شنو طمعان يا اخوي؟ الله يخليك. مدمغه مدمغه مالت عليك وعلى تفكيرك. اهدى يا صالح، خلينا نتفاهم. نتفاهم؟ شوف من اللي تكلم، شوف من اللي تحكى، السوسه السوسه. انطقه تكلمتي؟ ادري عنك، اعرفك انتي، اعرف شنو الدواهي، اعرف السوسه. هيا متعد لا تعد، تبين تفكها منها، تبين تخلص منها باي طريقه. هي 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 لا ينطلك عرج، وقف حبيبي. ايش فيك؟ اقول اذا انت بكبرك ماخذ واحده مو كويتيه ويايب منها ولد، وغير كذي جايبها مقعدها في بيتي على قلبي. اختك ياها واحد من هالديره ونهاش عقب ما يا غيره، هذا يا خطبها ويبيها على سنه الله ورسوله ويبيها. انت حلال عليك وحرام على غيرك؟ اي حلال علي، انا ريال كيفي القلب وما يهوى كيفي، لكن هالمدمغه هذه اللي واقفه هذه قدامك ما تاخذ الا واحد من هالديره، سمعت هي ولا لا؟ غير العشي ما عندي. يعني يا صالح شو فيها لو اختك شافت حياتها مثل ما انت شفت حياتك؟ دينه دينك في الشر، وروحي داري، ترى مالي خلقك، لا تدخلي في شيء ما يخصك. ما بيخصني؟ ليش نسيت انا من العيله؟ لو انا ما بشرفك ما كنت جبت مني ولد. دينه قلت لك لا تدخلي في شيء ما يخصك، تفضلي دارك يلا. بصراحه انا كثير مصدومه فيك، كثير. واحد شايف حالك ومتناقض. صح لسانها، اول مره احد في هالبيت يقول الصج. يوس لطيفة فكيني من شرك، ترى مالي خلقك، سكتي وقعدي مكانك انثبري. انثبر ايش حقي انا اقعد؟ حط حيلكم بينكم. وانتي سمعيني زين وسمعي كل كلمة بقولها لك وعطيني على بالك عدل. الريال هذا نيوم السماء اقرب لك منه، سمعتي ولا لا؟ وياني اياك اشوفك تكلمتي ولعتي هالموضوع هذا مرة ثانية، ثبري مكانك.